الله له. الصين حق الطين. الله اكبر الله اكبر. شايف المثل؟ الله يعطيكم الصحه والعافيه. ما باقي شيء. ست اشهر جيب شنو؟ الشيب الصين جنب الطيب. انا عبال تقول شيب الشيب حق الشم حق العجين. انا رايح حضره الشيب حق العجين. لا مو هذا. ها؟ جليجلي. قول يا ابو عبد العزيز الصين. الجليجلي هذا احسن قيمه حق الاكشر هذا. مش ماي. وشبكه من القصقص. ماي. الله الله الله. الجليجلي توبه تحت الصخره مع الروبيان الصغير. الجليجلي هذا طول. ايه ما ما اعرف. مع النويبي في الركسه. اوه اللي توبه تشبه النويبيه دي. يا ربي اسمها كده. هذا يروحون لوين في يشدون منه وايد. ايه. وخلونا حي يروح حق الدردور. ايه. لا وقفت المايه. ايه. نزلوا له. ايه. قام لك يضرب من قصر. الله الله. بعد تعال اسحب عليه تقدر تسحب. اي نعم. شو سحبه هذا؟ ايه. ايش ما هي؟ شو سحبه؟ اه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عرفت الحين ياخذون البطنه حق العمليات؟ ماش حقه. لا كذابين مو عمليات، في شيء. في سر ثاني غيره. ها. اللي عرفنا انه ياخذون، شفت الفتاق؟ الفتاق اللي في هذا يسوون منه الخيوط وشغلات وهذه، هاي تتحلل حق العمليه عقب العمليه. مو ما يبقى العادي ما يشق. بس يقولوا انها كانت سمكه رخيصه زمان ويعني شنو الاسماهي؟ اي ولا إيه ولا كلام؟ اسمك اقل من يعني من العادي. ولا تنصاد يقول لك يعني بس زين يقصونه يقطعونه يبيعونه قطع قطع. اي بس الحين تدري كم صار؟ 400 500 600 700 800. اي انا توقعت يكون في حصابي يبلع هذا. والله والله توقعت 20 800 عشان عمليات عشان مصير؟ لا عشان فيها خيط. يقول لك خيط تجميلي يعني ما يظهر، واحد يعمل يخيط ما يظهر على الوجه. سبحان الله. مهما كان الله اعلم يعني هذا الكلام اللي انقال. مهما كان ما ما وبعدين دوله واحده اللي تستورد الصين ينباع على الصين. مو الصين، يابان. اليابان. الله عليك. صح اليابان. صح المشكله الواحد ما يتوقع شيء. يعني يقول لك يكون هذا المحارب هذا يطلع فيه حصايب وحصايب يبلعها هذا تكون. مو عايزين نسمع مغامراتك بتاعت زمان. كانوا يقولوا انت ما شاء الله عليك مدمر السيف هنا. يقول لك بال 40 50 اخذ رزقي وامشي. يعني اخذ رزقي وامشي. اللي هو كم حبه يعني؟ اللي هو كان حب كم حبه تقريبا؟ يوم ياسين 11 15. بسم الله ما شاء الله. واحجام حلوه. احجام حلوه. نعم منوع منوع. اي في الصغير في الوسط وفي الكبير. اي الحمد لله. واليمه؟ ها؟ واليمه الزبوط. الله عليك. الزبوطه الكبيره ولا الحويته الصغيره؟ زبوط. زبوط زبوط يا الله. زبوط زبوط. ايه زبوط حيرت العالم فيها. ايه كان جنبك ناس تقعد تحدق وما تطلع وانت اللي ايه ما شاء الله قاعد تطلع. الزبوط يعني من زمان كان حد يدري عنه انه من زمان. لا حتى حق القربوط حق القربوط يمسح عنه. ايه بس تبدا تسال ايش كانت من المسبح شيء حطه داخل قرقوب. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ايوه. ها يعني كنت تخلي الزبوط مسباح داخل كده بس يلمع كده للسمك. مو يلمع، يعطي ريحه. يعطي ريحه بعد. اوه ريحه يخلي السمك جدوده. اه يعني انت كنت تحطه بقوقعته ولا متكسره؟ لا بقوقعته مكسر بس اقض قط من فوق. اه حته كده. ايوه حط السيم هذا. اه سبحان الله زي المصباح. ما شاء الله ما شاء الله. وخليها مثل دائره كذي. اي حطها داخل. ما شاء الله. تدوم معك فتره وفي نفس الوقت والله ما يطلع من القربور منيه. كل يوم احط عليه واحد، كل يوم احط عليه واحد. صح ما راح ابور كل يوم انا. اي القربور بالاسبوع مره واحده ابوره. تعال طالع حوامير وجلب على جلب. الله قبل القربور متعه. ايوه والله الحين متعه برضه. واليانم 50000. لا ما 50 80 وجود بعد. اي والله والله اليانم طعمها جميل يا الله. الله خير والله. لمن يعني واحد خش بقي عنده دراج قام يغوص. اي فشاف يدور المجافر يحط قراقيله على اللي على السيف. طاح في قراقيلي قام يشيلهم.
يعني كان يقول بعد أي قد قرقورك إيش حد رايح رايح له. أنا قبل أدي في حاطني قال يقول قلنا في هوامين اثنين وينم أخذنا إحنا الهوامين على رأيك ينم يا هم الجو شلون إيش عليك بالعادي بس كنت زعلان قال والقرقور الثاني مسروس صافي خليناه كلمت واحد لا في صافي إيه شو يقول لا خلينا يقول جيت من باكر ما في ولا سفرة ولا سفرة شو تقول له اي أيوة والله يقول والله يقول قالوا الثاني متروس صافي منبط قلت طلعته فوق قلت قاعد يطلع قلت قال خلاص انا ما لي فيه نصيب ليش قلت بس شم الهواء خلاص يطلع انت تشم الهواء ايه ومن القرقور تطلع من القرقور ايه كنت تدور القصب مكان تطلع منه تطلع وبعيدا باكي ما تولى صح الحمد لله على كل حال الحمد لله عقبها قلت ما اصمني ما فيني طيح هذا قام يرسم كل البري ايه يشوف الشقوق وهذه والمزافر ايه حتى الطبات حتى البحر ايه لا لا هني احسن يقول حرمني من الوصول قبل الثالث عن القراقيل ايه كل ما رحت الامارات في قرقورين ليش ما كانوا ينصنعوا هنا؟ اه؟ كانوا ينصنعوا هنا لا ايوه ولا انت كنت تجيب الامارات اللي هو المكعب المربع لا لا القرقور أيوة العادي هذا تغير هذا اي والله شوف مضيعين وواحدة توجه قاعد تقول لنا احنا نمشي يمين يسار الحين انت شايبك هني من عائلتها لو سمحتي اي والله اي الطريق وين؟ قالوا تعال لحقيني هناك شيء ثلاث دنانير سبحانك يا رب سبحانك يا رب ايه الاسعار يعني انت كنت تشتري من هناك احسن الاسعار؟ لا سأل هناك ثلاث دنانير ايه هني ثمانية يبعونه يوصل 12 بعد احيانا ايه 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 صح لا في قرقور بنعمل مكعب كده بنعمل يقولوا بحريني ما اعرف ايه القراقيل حط قرقور ورا الحضرة هذه ايه ما شاء الله تجي جابر انتظر تحنيف بعد هني يم الحضرة يا هوا مين جنى فسكر بطل فسكر ايه قال النادي هذا ما شاء الله الشيء يسمونه ذهب والغوش هذا الشيخ سأل حضرته ولا موجودة لا مو موجود شو يعني يقول أنا ما ماكو هذا لا ممكن يكون إحنا قاعدين في ظلة في ظلتها يا أبو خي يمكن دار اللي تادي